الأولى، وسجل الريال أول أهداف المباراة في الشوط الثاني المثير في تلك المباراة. هنا محاولة لخارج أرضية الملعب، هذه الكرة الماضية وهذه الكرة اللي صدت، وأسانسيو سدد. الله الله، تكون الكرات بعيدة المدى وإلا فلا. أسانسيو يسجل، وأسانسيو هنا يعلن تقدم فريق ريال مدريد، ويلها من بداية في بيت الرعب يبدأ ريال مدريد، وفي الكلاسيكو يسجل أسانسيو. كان حقيقي، لكن شوف النقلات والتنقلات، هذه الثانية على الأقل الآن تصل فيها توني كروس، نقلت الأمام فريق برشلونة عندما يسترجع الكرة يفقدها بعد ذلك بسهولة، والدليل على ذلك هذه الكرة الآن الخطيرة، فرصة قائمة، جول سيرك مدريدي في الكلاسيكو. سيرك مدريدي، نعم، هدف ثاني في كل تنقلاته ونهايته أشبه بالسير يا كاسيميرو. هدف مدريدي ثاني على طريق كريم بنزيما. ريال أفضل، ريال أخطر، ريال يصل، ريال يسجل، وميسي يحتاج، وكريم بنزيما مباراة كبيرة يقدمها في الشوط الأول. أنا تكلمت وقلت أن برشلونة عندما يسترجع الكرة يفقدها بسهولة، هذا حدث، وكرة مارسيلو واستقبال من كريم بنزيما تخطى الفرنسي. الفرنسي ضحك على الفرنسي، الفرنسي تخطى الفرنسي وسجل هدفا جميلا. وريال مدريد نعم يتقدم مرتين ويضع الآن